عندنا كيلو ونص من الكوسه مقطعينها شرايح، مقطعينها شرايح رفيعه خالص زي البطاطس كده الشيبسي، 2 بصل ابيض جوليان، كوبايه من الطماطم المجففه، احنا عاملينها في البيت فمش مكلفه بالنسبه لنا، وعملناها طبعا معاكم في البرنامج، ومن الحاجات اللي بتبقى ناجحه جدا لما تتعمل في البيت. 2 من الروزماري الفريش، 2 من الجبنه الموتزاريلا اختياري، وممكن تشيلوهم، ممكن تقللوهم، ممكن تخلوهم على رومي، ممكن تستغنوا عنهم تماما زي ما انتم عايزين. 1 كوباية من الدقيق، ونص كوباية من النشا، وزيت زيتون، ومية، وملح، وفلفل اسود. وللوش عندنا شوية بقسماط مطحون. ويلا بينا، اول خطوة عايزين نعملها ان احنا نجيب بولة كبيرة نحط فيها الكوسة، ونحط للكوسة ملح، ملحها يعني، هحط لها شوية مية. ايه الغرض من الخطوة دي؟ الغرض من الخطوة دي ان الكوسة، ان المية دي تدوب الملح اللي فيها، الكوسة من الملح هتنزل شوية مية من اللي فيها، فلما نيجي نعملها صينية ما تبقاش مية كده ومش لطيفة. الكوسة اللي احنا قلبناها دي بتسيبوها مثلا تلت ساعة، نص ساعة بالكتير قوي. انا طبعا ما عنديش الوقت ده، فانا هسيبها الحبة اللي انا سبتها دول وهكتفي بيهم، وهتيجوا تصفوها. استنوا بقى نلبس جوانتي عشان ايه نشتغل بايدينا. تمام، هننزل كل الميه. بصوا بتلاقوا الميه بقى لونها اخضر، ليه؟ الكوسه نزلت شويه من ميتها، وهذا بالظبط اللي احنا عايزينه. وهناخد الكوسه الحلوه القمر دي نحطها هنا، نرجعها في البوله، وشايفين الميه اللي نزلت من الكوسه دي كمان عايزينها. هنعمل ايه بقى؟ هنيجي هنا نحط على الكوسه الجبنه، الجبنه اختياريه يا جماعه، اللي مش عايزها يستبعدها تماما تماما. انا بس يعني بحاول اظبط لكم كده الدنيا، وانا عارفه ان في ناس الجبنه غاليه عليها، اللي ما عندوش على فكره الوصفه دي تنفع بجبنه قريش، تنفع بجبنه بيضة، تنفع بجبنه رومي، تنفع بجبنه شيدر، تنفع من غير جبنه خالص. اللي موجود عندكم ينفع تحطوا معاها شويه عصاج، ينفع تحطوا معاها شويه فراخ. احنا بندي فكره وبنوفر فيها بالطرق بالمتاح، او بنقول ازاي كمان ممكن نخليها اوفر. هحط البصل كمان هنا، وهاجي هنا على الميه هحط النشا والدقيق، مش هحط الدقيق كله، هجيب مضرب سلك وهقلب. عايزه اعمل عجينه زي عجينه القطايف كده في تقلها، دي خفيفه كده قوي، فهحط بقيه الدقيق اللي عندي، تمام السمك كده، تمام نقلب كويس. زي الفل كده بقلبها بس لحد ما يبقى مفيش كلكعة دقيق ولا نشا. وهاجي دلوقتي، وصفة غريبة يعني، بس أنا شفتها في فيديو أجنبي عجبتني قوي، قلت لازم أشاركها معاكم، مش اختراعي، عشان هو يعني ايه كلنا بنشوف حاجات بنتاثر بيها وبنقتبس منها، ما فيش مشكله، غيرنا فيها بس ايه ما يناسب ذوقنا، وقلنا الفكره جميله نطبقها، ايه المشكله يعني. طبعا ما بقاش عارفين للاسف مين اللي عمل الوصفات دي، بتبقى وصفات كده منتشره على صفحات طبخ، فما بيبقاش عندنا الفرصه ان احنا نذكر الشخص باسمه يعني، لو نعرف بنقول على طول. وهاجي اعمل ايه دلوقتي؟ هاجي اخد ملح، افتكر ان انا اصلا مملحه الكوسه من الاول فما بالغش، فلفل، وهقلب كل حاجه مع بعضيها. عايزه العجينه دي تغلف كل كوسايه وتتخلط معاها كويس جدا، والتوابل طبعا وكل حاجه. اللي مش حابب
طماطم مجففة ما عندوش، مش عايز يعمل، مش عايز يشتري، مفيش مشكلة، ممكن يحط طماطم عادية، يشيل بس منها البذرة اللي فيها مية مش أكتر. بس كده نقلب كويس. وهعمل ايه دلوقتي؟ طبق. انا ما عنديش طبق بايركس كبير، عايزه البيضاوي الكبير ممكن، لان دول صغيرين قوي على الكميه، او المستطيل اللي زي اللي في الفرن اللي انا عملت فيه الفراخ، مش في واحد تاني زيه؟ لا ماشي، ما انا عماله افكر هو يكفي ولا لا، ايه رايك يكفي؟ طيب يلا نشتغل بيه. خلاص خلاص يا طه اللي معايا تمام، خلي بك، خليه جنبنا يعني، عشان لو اتزنقنا اقول لك ابعت على طول، خليه جنبنا. يلا هنحط زيت، لا هحط زيت نباتي، انا ما بحبش ادهن زيت زيتون بيتحرق بسهوله، فهدهن زيت نباتي، احط شويه زيت نباتي حلوين ووزعهم في الطبق. لاحظوا ان انا مش حاطه اي دهون في الوصفه دي لحد دلوقتي، فعشان كده انا حطيت زيت دلوقتي براحتي. بعد كده هجيب فرشه واخد كده من الزيت ده على الجناب. عايزين بقى نعمل ايه كمان؟ انا عايزه بايدي كده اضغط ابطط الصينيه دي كويس. الصينيه دي يا جماعه ضروري جدا انها ما تبقاش عاليه قوي ولا رفيعه قوي، يعني ايه متوسطة السمك بالظبط، زي المكرونة البشاميل انا بحب اعمل كده عشان انسق كمان شكل الطبق. اي اطراف هتتبهدل دلوقتي انا همسحها متقلقوش، ونكلح اطراف الطبق. بس كده مسحنا طرف الطبق، واي حاجة اتنعكشت كده في هذه المرحلة نظبطها تاني. بس كده وناخد صينيتنا القمر دي نحط لها بقسومات على الوش، هيديها قرمشة تحفة. يلا نشيل الحاجات الفاضية بالمرة. ونجيب البقسماط كده هنغطي بيه الوش، هيعمل ايه؟ هيعمل قرمشه جميله جدا على الوش. استنوا في حته بقسماط ناشفه. شايفين الكراست بقى دي جميله، اختياريه، ممكن لو حد مش عايز يحطها مفيش مشكله، يعني ما عنديش بقسماط في البيت مش انا هحط لها زيت بالظبط. لو ما عنديش بقسماط في البيت عادي، مش الوصفه مش هتقف على شويه البقسماط اللي على الوش دول، هما بيدوا قرمشه جميله جدا، ولكن مش موجودين عادي جدا. وانا كمان هرش شويه زيت على الوش يدوا للبقسماط ده قرمشه. درجه حراره 180 وندخل الطبق الجميل ده، حرارة من فوق وتحت، وكالمعتاد عندنا مراوح توزيع حرارة هنحطها. على فكرة الوصفة كان فيها روزماري بس انا ما حطيتوش، قلت خلاص ما دام حطينا في الدبابيس مش لازم ندي نفس الطعم في الكوسة، هي طعمها هيبقى جميل من غير حاجة، وطماطم مجففة هتديها طعم رائع. تقدروا تحطوا لها زعتر، بقدونس، كزبرة، روزماري، اي اعشاب انتوا بتحبوها هتبقى جميلة جدا.